يمكن طف الموتر قطع الوقود. بنجربها معكم ذا الحين. هذا الموتر يا الربع مثل ما تشوفون شغلناه مثلا كان شغال وجاء واحد وشله وراح ولا سرقه ولا اللي هي قطع الوقود بس. نعم تضغط على نعم شوفوا الموتر كيف بيطفى من نفسه الحين. خلاص طفى. في ذي الحالة مستحيل يزيد يشتغل إلين تكتب إعادة تخزين الوقود. شوفوا خلاص ما عاد يقدر يشتغل إلين تكتب هنا إعادة تخزين الوقود. نعم الحالة ذي خلاص تقدر تشغل موترك على طول.